بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الجلسة كالمعتاد نستعرض الأسئلة التي ترد من الحضور ونحاول الإجابة عليها إن شاء الله بما يسر الله، ونرجو أن نوفق ونسدد. وليس المقصود هو حصول السؤال والجواب، كثرة الكلام وماذا قال فلان وماذا قال فلان كما يفعل بعض الناس اليوم، يريدون فقط الاشتغال بالأقوال دون الأعمال. وأيضا يقصدون ضرب أقوال المشايخ بعضها ببعض، هذا ليست طريقة طلبة العلم. طلبة العلم يقصدون من السؤال، يقصدون الاستفادة ويقصدون العمل، ولا يقصدون مجرد ماذا قال فلان وماذا قال فلان. ويحصلون من ذلك مخالفات واختلافات بين الإجابات وبين، ويصير هذا شغله ومهمه. لا، هذا ما هي طريقة طلبة العلم. طالب العلم يسأل، وإذا أجيب فإنه يقتصر على هذا ويستفيد من الجواب، وإذا لم يتضح له الجواب فإنه يستفهم زيادة استفهام، وإذا اتضح له فإنه يستفيد منه ويعمل بما فيه من حق، ولا يكون الهم هو الخلط بين الأقوال والمعارضات، ويصير هذا هو شغل الناس في مجالسهم. وفي إن هذا عمل لا يفيد، بل هذا عمل يحدث بلبلة في الأفكار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوع الثاني في شهر رجب، في ليلة الرابع عشر منه، من عام 2020 و400 ألف، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للمسلمين صغارا وكبارا في الحرص على أداء صلاة الفجر مع الجماعة، حيث يلاحظ التخلف العظيم في ذلك. هذا أمر عظيم، والمحافظة على صلاة الجماعة هذا أمر عظيم يجب الاهتمام به، فإن صلاة الجماعة هي علامة الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال عبد الله بن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجاهل، لا صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى يستأذنه في أن يصلي في بيته لما يجد من المشقة في طريقه إلى المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. والحديث في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولماذا بنيت المساجد إذا كان كل يصلي في بيته؟ فلماذا إذن بنيت المساجد وأنفق عليها ورتب لها الأئمة والمؤذنون إلا لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان؟ كل من سمع النداء يجب عليه الإجابة إلا من عذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة هذا فيه نفاق، إما أنه منافق، منافق خالص في الدرك الأسفل من النار، وإما أنه فيه خصلة من خصال النفاق خطيرة، مثل المرض الخطير الذي إذا ترك أهلك صاحبه. على كل حال، التخلف عن صلاة الجماعة نفاق، إما نفاق أكبر وإما نفاق أصغر. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق.
أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. تخلوا عن صلاة الجماعة علامة على النفاق. وإذا كان الإنسان يعتذر أنه لا يستيقظ هذا ليس بعذر، لأنه لو كان له شغل من أشغال الدنيا في آخر الليل لاستيقظ قبله بوقت خشية أن يفوت. فلماذا إذن يهتم بأمور الدنيا في مواعيدها ولا يهتم بأمور الآخرة؟ إنه لو اهتم بصلاة الفجر لاستيقظ، ولكن إذا كان لا يهمه سواء استيقظ أو لم يستيقظ ويقول متى ما قمت صليت، فهذا دليل على أنه لا قيمة للصلاة عنده ولا يحسب لها حسابا. وإذا خفت عليه صلاته خف عليه دينه، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المؤمن والكافر. إذا استخف بالصلاة استخف بغيره. عليه أنه يعمل الأسباب التي توقظه لصلاة الفجر. أولا ينام مبكرا، لأن بعض الناس ابتلوا بالسهر، ابتلوا بالسهر يجعلون الليل للسهر والقيل والقال، هذا أقل شيء، وإلا هناك ما هو أعظم، يسهرون على أشياء محرمة. كانوا يسهرون على لعب الورق وعلى المزح والضحك، والآن صاروا يسهرون على مشاهدة القنوات الفضائية وما تجلبه من إباحية وخلاعة ومجون، شاهدون العري، شاهدون فعل الفواحش، يشاهدون أشياء قبيحة، شاهدون الإلحاد والكفر ويسهرون على ذلك. ثم إذا بعضهم يستمر إلى آخر الليل ثم ينام عند صلاة الفجر، أو يأتي عليه الفجر وهو ما خلص من المشاهدة ولهم راح يصلي الفجر يبي يستكمل ما يعرف، فيبقى عاكفا على هذا الصنم، عاكفا عند صنمه والناس يصلون ولا ينام إلا عقب الشمس. يمكن صلى قبل ينام عقب الشمس أو ما صلى بعد، هذه حالة بعض الناس. لا بد أنه ينام من الليل، هو مطلوب منه أنه يقوم للتهجد والاستغفار بالأسحار، مطلوب منه هذا، فكيف بالفرض والواجب الذي لا بد منه؟ هو مسلم، هو مسلم يريد الخير ويؤمن بالبعث والنشور والحساب والجزاء، فلماذا يهمل نفسه من الأعمال الصالحة وهو ما يدري أي لحظة ينزل به الموت، ولا يصفي أعماله وحسابه من هذه الدنيا ويستعد للموت، ما يدري ما يقر له منه خير أو شر، وليست ساعة ولا أيام ولا سنين تنتهي، لا، هي أبد الآباد الآخرة، وإن الآخرة هي دار القرار، قرار ما بعده رحيل، على ما أنت عليه من خير أو شر. الإنسان يفكر فينام مبكر، هذا أعظم الأسباب للقيام لصلاة الفجر، النوم مبكرا. كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها،
يكره الحديث بعدها، كان يبادر بالنوم إلا إذا احتاج إلى مقابلة ضيف أو معاشرة أهله، وإلا فإنه كان يحرص على المبادرة بالنوم لأجل أن يقوم تهجد آخر الليل ويصلي الفجر. فهذا هو أهم الأسباب الموقظة لصلاة الفجر، ترتيب النوم مبكرا. ثانيا، يوصي من يوقظه من أهل بيته، ولو تواصى أهل البيت لذلك القيام لصلاة الفجر الذي يستيقظ يوقظ الآخرين حصل الخير في هذا، حصل التعاون. وثالثا، فيه الساعة المنبهة وهي ميسرة ورخيصة الثمن وعظيمة الفائدة، يركبها على الوقت الذي يريد ثم تنبهه لصلاة الفجر أو إن وفقه الله لقيام الليل ولو قليلا. القليل إذا داوم عليه من قيام الليل فيه خير كثير، لأنه وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، يقول سبحانه: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل أنت غني عن الله عز وجل، هل أنت غني عن سؤال الله، عن غني عن الاستغفار، غني عن دعاء الله عز وجل، بحيث إن الله جل وعلا يدعوك ويناديك، هل هذا نداء من الله سبحانه وتعالى حتى وأنت نائم ومعرض؟ هل هذا إلا أعظم الحرمان؟ نسأل الله العافية. والنوم عن صلاة الفجر يترتب عليه جريمتان عظيمتان: الأولى ترك صلاة الجماعة، والثانية إخراج الصلاة عن وقتها. قد ينام ويستمر ولا يستيقظ إلا الضحى بعد ما خرج الوقت، وهم تعمد هذا، لا تقول النائم معذور ورفع القلم عن ثلاثة منهم. هذا النائم اللي ما قصد النوم غلبه النوم، ولهم من عادته ينام. أما اللي مرتب النوم دائما عن صلاة الفجر، هذا متعمد لا يعذر بالنوم، تعمد هذا واعتاده، فليس بمعذور في نومه عن صلاة الفجر. نعم. هل سماع الغناء كبيرة من كبائر الذنوب أو من صغائرها؟ سماع الأغاني محرم. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا. ولهو الحديث هو الغناء، كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، أن لهو الحديث هو الغناء. وكذلك في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري، لأن قوما في آخر الزمان يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. يستحلون الحراء يعني الزنا، الحراء هو الفرج، والحرير معروف حرام على الرجال يلبسه ناس في آخر الزمان، والخمر معروف، والمعازف آلات اللهو من الموسيقى والطبول والمزامير فالغنى وأدواته محرم سماع الغنى، ومحرم سماع المعازف والمزامير،
وهذا الوعيد إن الله يخصه بهم يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما وأنه قرنه مع كبائر، قرنه مع الزنا، مع شرب الخمر، وهذه كبائر دل على أنه كبير. نعم. صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: وجدت كلاما لأحد الأئمة يقول فيه إن المفاخرة بالمعصية التي علم بالضرورة تحريمها إن المفاخرة بالمعصية التي علم بالضرورة تحريمها كافر، لأنه يعد ذلك غنيمة، فهل هذا الكلام صواب؟ أرجو الإفادة. هذا ما هو صواب، لأن ما هو كل المحرمات من استحلها يكون كافرا، هذه المحرمات المجمع على تحريم، المجمع على تحريمها كالزنا والربا، شرب الخمر، المحرمات المجمع على تحريمها. أما المختلف بين أهل العلم في تحريمها، بعضهم يرى تحريمها وبعضهم يرى أنها مكروهة ليست محرمة، فهذا لا يكفر نظرا للخلاف، يدرى عنه ذلك بشبهة الاختلاف، ربما يكون قلد أو اغتر ببعض أقوال المبيحين أو المتساهلين وظن أنه صحيح، فيقال له هذا مخطئ وهذا عاصي، لا يقال أنه كافر إلا في أمور أجمع على تحريمها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: أيهما أفضل، السلام على الجماعة من بعد أو السلام عليهم مصافحة، لا سيما إذا كانوا أشخاصا كثيرين؟ المصافحة أفضل بلا شك، المصافحة أفضل، لأن المسلمين إذا التقيا وتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، المصافحة إذا تيسرت فهي أفضل، وإذا كان الجماعة كثيرين ويشق عليهم يصافح كل واحد منهم أو أنه يحرجهم أنهم يقومون، فيكفي أنه يسلم عليهم عموما، إذا دخل يسلم عليهم عموما ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بعض العلماء إن المسبوق إذا أدرك الجماعة وهم في آخر الصلاة وكان يطمع في جماعة أخرى فإنه ينتظر الجماعة الأخرى ولا يدخل في صلاة السابقين، وهذا في ظاهره يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والأمر على ظاهره الوجوب، أرجو توضيح ذلك لأنه أشكل علي. صحيح، هذا يشكل، لكن هو ما ترك الدخول مع الإمام إلا لما هو أفضل من الدخول معه، وذلك أنه ترك الدخول معه لأجل الحصول على صلاة الجماعة، لأن الصحيح من قولي العلماء أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، هذا هو الصحيح، أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا لم يدرك ركعة فاتته الجماعة، والجماعة واجبة مع الإمكان، ودخوله مع الإمام مستحب، فهو تركه من أجل واجب، هذا إذا كان يعرف أن وراءه أناسا سيحضرون فإنه ينتظر ويصلي معهم جماعة، أما إذا كان ما يدري ولا خبر أحد يجي إنه لا يفرط ببقية الصلاة، يدخل مع الإمام. نعم. سلام الله عليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة وردت تسأل عن معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقد الثامن من نواقض الإسلام أنها مظاهرة المشركين، أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، فيرجون توضيح ذلك. هذا واضح، ما يحتاج، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ردة،
هذا واضح إذا تحقق هذا. أما إذا التبس الأمر ولم يتبين فيه مظاهرة ولا معاونة للمشركين فلا نتسرع لتطبيق هذا الحكم على الناس حتى نتثبت ما هي المظاهرة وما هي المناصرة. إذا تحققت فإنه الحكم على ما هو عليه. أما ما لم تتحقق المظاهرة والمناصرة والأمر ملتبس فإننا لا نتسرع في هذا الأمر. ويجب على طالب العلم أنه ما يتسرع في هذه الأمور ويطلق الأحكام على طول حتى يتثبت هل تنطبق أو ما تنطبق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول لليهود والنصارى أنهم إخواننا؟ ويستدل بقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا، ويقول وبقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبا للكفار. هذا تضليل. يقول أن اليهود والنصارى إخوان لنا، هذا تضليل والعياذ بالله. اليهود والنصارى ليسوا إخوانا لنا، كفار. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فليسوا إخواننا، إخواننا المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، وأما الكافر فليس أخا لنا، بل نحن بريئون منه، ولو كان من أقرب الناس إلينا نسبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الله: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منه ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهل هل يقول إن نسأل الله العافية إن اليهود والنصارى إخواننا، هل هو يقول إننا نحبهم من أجل الأخوة التي بيننا وبينهم، أو يقول إننا نحب لهم ما نحبه لأنفسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فهل هو يحب لليهود والنصارى ما يحبه لنفسه؟ إن كان كذلك فهو منهم، فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا، قالوا المراد أخوة النسب لا أخوة الدين. فالكافر يمكن يكون أبا لك وأخا لك وابن لك، ما راحت الأبوة والبنوة والأخوة النسبية، ولكن المراد الآن البنوة، المراد الآن الأخوة الدينية. فالكافر إذا كان أبا للمسلم من النسب لا يكون أبا له في الدين ولا أخا له في الدين، بل هو عدوه، بينهم عداوة، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالمراد أخوة النسب، أنه من جنسهم من البشر وليس من الملائكة، هذا معنى أخاهم. وأما قوله تعالى: ما ضل صاحبكم، الصاحب ليس المراد الصحبة اللي هي المحبة والأخوة، صاحبكم يعني نبيكم، نبيكم الذي أرسله الله إليكم، ما هو المراد صحبة المحبة وصحبة
الدين. ثم أيضا هذا الخطاب هل هو للكفار عموما أو هو للمؤمنين أيضا؟ هذا عام للمؤمنين وللكفار، أو ربما يكون خاصا بالمسلمين أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول: أعوذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والسؤال: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه وهل لو كان الطفل في مكان آخر فإن التعويذ يصل إليه عندما أعوذه؟ نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر، وليس من اللازم ذلك أن تضع يدك عليه، لأن هذا لم يرد فيه ما أعلم في الحديث ما تضع يدك، إنما هذا ورد في الرقية، هذا ورد في الرقية أنه يضع شيء من التراب وينفث على الجرح وعلى الإصابة وينفث فيه ويقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. هذا الذي ورد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال في الرضاعة. كذلك إذا أحس الإنسان بنفسه بألم في نفسه إنه يضع يده عليه ويدعو بالدعاء الوارد، يضع نفسه على الموضع الذي يؤلمه من جسده ويدعو بالدعاء الوارد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال في الرضاعة تقول فيه: أنا امرأة أرضعت ابن أخي، هل يكون زوجي أبا له؟ وهل أم زوجي تكون جدته وأخواته يكون عماته؟ أعيد السؤال. تقول: أنا امرأة أرضعت ابن أخي، نعم، هل يكون زوجي أبا له؟ وهل أم زوجي تكون جدته وأخواته هل يكون عماته؟ إذا توفرت شروط الرضاع، يعني كان في الحولين وكان خمس رضاعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لك من الرضاعة، ويكون زوجك أبا له من الرضاعة، تكون محارمك محارم له من الرضاعة، كإخوتك وأخواتك وكل من هو محرم لك يكون محرما للرضيع. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، مع قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سماهن أمهات، وأخواتكم من الرضاعة سماهن أخوات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لماذا لا يتم التنسيق فيما بين رئاسة الإفتاء وبين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين وزارة الصحة، وذلك لإلزام الطبيبات بالحجاب الشرعي حتى الكافرات منهن، لأن كثيرا منهن كاشفات للحجاب ويعملن مع الرجال وربما يعالجن الرجال، فأصبحن يشكلن فتنة كبيرة. الآن ننشي في وزارة الصحة شؤون دينية ولله الحمد، ونرجو أنها تقوم بالواجب والتوعية في المستشفيات ويكون لها إن شاء الله مجهود طيب، ونحن مستبشرون بإنشاء هذه الهيئة أو هذه الشؤون الدينية، لأن هذه الشؤون الدينية نفع الله بها في بقية الوزارات وصار لها تأثير طيب، وهذا مما تشكر عليه هذه الدولة المباركة. فمن ذلك أنه أنشئ في هذه الأيام في وزارة الصحة شؤون دينية، نسأل الله أن يرزقها الرجال المخلصين وأن ينفع الله بهم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الحديث الذي في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار
إلى قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار في منى، هل يدل هذا الحديث على أن السترة سنة أم على أنها واجبة؟ هذا الحديث يدل على أن سترة الإمام سترة للمأموم. فعبد الله بن عباس مر بين يدي الصف، فإذا كان الصف خلف إمام فإن سترة الإمام تكفي سترة للمأموم. نعم. صلى الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: الوعيد الوارد على مسفل ثوبه في حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، هل هو خاص بالذي قد جر ثوبه خيلاء أم عام فيه وفي غيره؟ عام فيه وفي غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فالإسبال محرم مطلقا، ولكن إذا كان معه خيلاء فالأمر أشد والإثم أكبر. إذا كان مع الإسبال خيلاء فإن الإثم يكون أشد، وإن لم يكن معه خيلاء فإنه محرم لأنه إسبال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، هذا عام. نعم. ولا يؤخذ ببعض الأحاديث يترك بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل هناك تلازم فيما بين صيام يوم الخميس والاثنين؟ هل هناك تلازم بين صيام يوم الخميس والاثنين؟ بمعنى من صام الاثنين يلزمه صيام الخميس؟ لا، ما يلزمه، لكن أكمل إنه يعمل بالسنة، لأنه إذا صام الاثنين فقط عمل ببعض السنة، إذا صام الاثنين والخميس من كل أسبوع عمل بالسنة كلها، وهذا أفضل له وأتم له في الأجر. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما الحكم في ممارسة لعبة الكرة، وما حكم الرواتب التي يتقاضاها اللاعبون من الأندية على هذه اللعبة؟ الرواتب ولا الجوائز؟ على كل حال، لعبة الكرة إذا لم يشغل عن واجب، عن الصلاة وعن الواجبات، وكان معه ستر العورات لا يكشفون العورات، وكان محدودا ليس كثيرا يستغرق الأوقات، يصير هم الإنسان وشغله لعب الكرة، إذا توافرت هذه الشروط فهو مباح، ما حصل فيه ضياع تضييع صلوات ولا شغل عن واجبات، وله كثير يأخذ وقت الإنسان كله، يصير مهمة الإنسان ومهنته لعب الكرة، ولا فيه كشف عورات، هذه الشروط تكون مباحة لأن فيه تقوية للبدن وترويح عن النفس. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط إنه لا يجوز. وأخذ الرواتب على ذلك ينبني على نوعية اللاعب، إن كان اللاعب خاليا من هذه الشروط أو من بعضها فالراتب لا يجوز، لأنه في مقابل عمل لا يجوز. أما إذا كان لعبة الكرة منضبطة بالشروط فأخذ الراتب عليها لا بأس به، ولكن كونه ينصرف إلى عمل أشرف وأفضل يكون خيرا له. نعم. أما أخذ الجوائز على لعب الكرة هذا قمار، هذا محرم من الميسر. نعم. لأن المغالبات والمسابقات لا يجوز أخذ العوض عليها إلا فيما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاث، هذا حصر إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. النصل تعلم الرماية، والخف والحافر تعلم ركوب الخيل وركوب الإبل، لأن هذه من أدوات الجهاد ومن وسائل الجهاد، فيجوز أخذ المسابقة أو السبق عليها الجائزة. أما بقية المسابقات فأخذ الجائزة عليها قمار وميسر وحرام،
لأنه أكل للمال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل قول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر أحاديثه من البدع؟ ليس من البدع، ليس من البدع إذا قاله لسبب، وهو أن الحديث انطبق على الحالة التي أورد الحديث من أجله، يعني إذا ظهر مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء حدث فإنه يقال صدق الله، صدق رسول الله، لأن الأمر حدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو كما ذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو القول الراجح في وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ هل هو من حين خروج الإمام للخطبة أو أنها آخر ساعة بعد العصر، مع أن كلا الوقتين الشخص ليس قائما يصلي كما ورد في الحديث؟ الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وبعض العلماء يرى أنها من دخول الخطيب إلى أن تقضى صلاة الجمعة، ومعنى قوله قائما يصلي أن يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة، دعاء يسمى صلاة، قوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم، خذ من أموالهم صدقة طهرهم زكيهم بها، وصل عليهم أي ادعو لهم. نعم. فمعنى قائم يصلي أي قائم يدعو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: المرأة التي عليها إحداث، هل لها أن تلبس الساعة في يدها، وهل لها الخروج للدراسة أو للعمل؟ ليس لها أن تلبس الساعة في يدها، لأن هذا من الحلي ومن الزينة، فلا تلبس الساعة في يدها، ولا تخرج للدراسة والعمل، بل تأخذ إجازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالمكث في البيت، امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن تكون محتاجة، تكون محتاجة للراتب، ما عندها دخل تنفق على نفسها أو على أولادها إن كانت عندها أولاد صغار، إلا هذا الراتب فإنها تخرج منها، تخرج منها، لأنها هذا حاجة، حاجة لها، ولو تركتها لتضررت، تضرر من عندها من الأطفال، يجوز لها أنها تخرج للعمل في النهار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نعلم ما يحيط الآن بإخواننا في أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين كفلسطين وكشمير والشيشان، وتفالب الكفار عليهم، فأرجو توضيح حكم الجهاد في هذه البلاد، هل هو فرض عين أم فرض على الكفاية؟ وما يقول: أرجو توضيح الجهاد في هذه البلدان، هل هو فرض عين أم فرض على الكفاية؟ وما هي أنواع الجهاد التي يمكن عملها إذا عجز المسلم عن المشاركة بنفسه؟ نحن قلنا في درس سبق إن الجهاد لا يكون إلا براية، تحت راية وتحت قيادة وإمارة، أما من دون إمارة ومن دون قيادة فإنه لا يقوم علم الجهاد، لكن الإنسان إذا ابتلي يدافع عن نفسه، إذا ابتلي يدافع عن نفسه، فاللي في تلك البلاد ويهجم عليه اليهود يدافع عن نفسه، ويتعاونون فيما بينهم، يدافعون عدوهم واليهود من باب الدفاع، أما الجهاد فإنه لا يكون إلا مع راية مسلمة ومع تحت إمارة تقودها وتنظمها. نعم. وعلى المسلم، على كل حال المسلم يدعو للمسلم، يدعو للمسلمين في أي مكان، يجتهد في الدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد، ويدعو على الكفار بالهلاك وبالدمار، يدعو، يكثر من الدعاء، ويساعد المحتاجين أيضا من الأسر المحتاجة والفقراء، يتبرع لهم لأنهم يحتاجون إلى المساعدة،
فيدفع ويعينهم بالدعاء ويعينهم بالمال الذي يسد عوزهم وفقرهم وحاجتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ساهمت في أرض وكان المبلغ للمساهمة 100,000 ريال. نعم. يقول: ساهمت في أرض وكان المبلغ للمساهمة 100,000 ريال. نعم. وإلى الآن الأرض لم تعرض للبيع منذ 3 سنوات. السؤال: هل علي زكاة في هذا المبلغ؟ نعم، ما دامت الأرض يقصد بها البيع وطلب الربح، ففي كل سنة تمضي عليها تجب الزكاة فيها. وإن كانت مشتركة فإن كل من له فيها اشتراك يزكي نصيبه، وذلك بأن تقوم الأرض بما تساوي عند تمام الحول، وكل يزكي نصيبه من تلك القيمة المقدرة، لأنها ما دامت معروضة للبيع فهي عروض تجارة مثل السلع المعروضة للبيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يشترط إذن ولي الأمر للقلوت عند النوازل؟ وما الدليل؟ وما المراد بهذا الولي، ولي الأمر؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم لم يقنتوا حتى قنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر، ما قنته بدون أمره أو بدون فعله صلى الله عليه وسلم، فهو ولي الأمر. وهو ولي الأمر معروف، هو السلطان، ويكون هذا مبني على فتوى من أهل العلم، فأهل العلم يفتون بذلك والسلطان يعمم هذا الشيء على المسائل. أما أنها تكون الأمور فوضى فلا يصلح، هذا لا يصلح أن الأمور تكون فوضى، كل يجتهد وكل يعمل شيء وكل بدون انتظام وانضباط. نعم. أحسن الله إليك. أما الإنسان اللي يدعو للمسلمين بنفسه وبمفرده ما هو ممنوع، يدعو إذا قام من الليل وقنت في صلاة الوتر، يدعو للمسلمين ويدعو على الكفار في صلاة الليل وفي قنوته، حتى في صلاة الفريضة يدعو في السجود ويدعو على الكفار ويدعو للمسلمين في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة وفي القنوت. لكن يعمل هذا في المساجد وفي الجماعات وفي الفريضة بعد الركوع، هذا ما هو بفوضى، هذا لازم يرجع فيه إلى أهل العلم، ويكون هذا بتعميم من الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد، هي نائبة السلطان في هذا، هو لازم يجي أمر من الملك. إذا جاء أمر من الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، فهي نائبة عن الملك في هذا الشيء، مبنية على فتوى من أهل العلم، لا بد من الانضباط ولا يجوز الفوضى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا رجل عنده ابنتان، الأولى عمرها 2 سنة والثانية عمرها 1 سنة و2 شهر، والآن امرأته حامل منذ 1.5 شهر ويريد إسقاط الجنين، لا خوف من الفقر ولكن لكي تأخذ البنتان حقهما من الرعاية، فهل يجوز إسقاط الجنين في هذا العمر؟ لا يجوز إسقاط الجنين إذا انعقد الحمل، فإنه لا يجوز إسقاطه، وليس هذا بعذر، البنتان لا ضرر عليهما في وجود الحمل، لا ضرر عليهما في وجود الحمل، مش الضرر عليهم، إن كانوا في الرضاعة فالنساء الآن أغلبهم ما ترضع، وإنما يستعملون اللبن والحليب الصناعي أو الحليب الذي يعمل من المزارع أو الحليب المجفف، فتعطى البنت أو الرضيعة من هذا الحليب تندفع حاجتها، ولا حاجة إلى أن يسقط الحمل. نعم. إنما يسقط الحمل في حالة ما إذا كان على حياة الأم خطر، إذا قرر الأطباء أن حياة الأم عليها خطر من وجود هذا الحمل،
إنه يسلم. أما ما دام ما في خطر على حياة الأم فالذرية مطلوبة والحمل مطلوب، والإسلام يحث على كثرة النسل، فلا يجوز إسقاط الحمل لمجرد عندها بنتين أو بنات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما رأيكم في الحلول للقضاء على هذه الآفات عن القنوات الفضائية التي تدمر بيوت المسلمين، وما السبيل لتذكير ذلك الذي أدخلها على نفسه وأهله، وما دور الأجهزة المعنية بالدولة للقضاء على هذه المنكرات، وكيف يتوب من جلب هذه الأجهزة إلى بيته؟ هذا له ناحيتان. الناحية الأولى: من ابتلي بهذه الأشياء وأدخلها في بيته فهو المسؤول الأول، يجب عليه أن يخرجها وأن يخلي بيته منها، لأنه هو المسؤول الأول عن هذا البيت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب أولا على صاحب البيت الذي ابتلي بهذه الآلة أنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الصواب ويتدارك هذا الخطر فيبعد هذه الوسيلة القبيحة عن بيته وعن أولاده وعن نفسه. الشيء الثاني: يجب على طلبة العلم وعلى خطباء المساجد وعلى الوعاظ والدعاة إلى الله، يجب عليهم أن يحذروا المسلمين من هذه القنوات، أن يحذروهم ويبينوا لهم أخطارها وأضرارها. وإذا تكرر هذا من الخطباء ومن الوعاظ ومن العلماء، وليس هذا خاصا بالكلمة وإنما يشمل الكتابة أيضا في الصحف والمجلات والرسائل، فيهتمون به، يجندون أنفسهم لهذا الشيء كتابة وخطابة ووعظا وتذكيرا، فيحاربون هذا الشيء ويحذرون المسلمين من هذا الوباء. ولا يعدم إن شاء الله من ينتفع بهذه النصائح وهذه، وتبرأ الذمة أيضا عن السكوت. وكذلك ولاة الأمور عليهم واجب أيضا في أنهم يمنعون هذه الأشياء إذا كان بالاستطاعة منعها، لكن الذي بلغنا أنه ما هو بالاستطاعة منعها، لأنها تتسرب إلى الناس، تتسرب إلى الناس بدون أن يسيطر عليها. فإذا كان الأمر كذلك يبقى مسؤولية صاحب البيت ومسؤولية أهل العلم مع ولاة الأمور. إذا كان يمكنهم شيء من تخفيف هذه الأضرار وتقليلها إنه يجب عليهم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لقد كثر في الآونة الأخيرة التعلق بالأحلام حتى أصبحت عند كثير من الناس هي شغلهم الشاغل، ولقد اكتثر أو كثر المفسرون، ومن الملاحظ أنه ظهر من يفسر الأحلام باليوم والدقيقة. نعم. ولقد ظهر من يفسر الأحلام باليوم والدقيقة، حتى قال بعضهم إن المسلمون سوف يصلون في المسجد الأقصى في 2/2 عام 2002 ميلادية. فما حكمه؟ هذا من ادعاء علم الغيب، هذا ما هو من الأحلام، هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. هذا لا يجوز هذا العمل، هذه مبالغات. لا شك إن الأحلام فيها شيء حق، الرؤية حق، وتفسيرها أيضا لها تفسير، وهنا ناس عندهم مقدرة على تفسير الرؤى بما أعطاهم الله من الفراسة. فأصل الرؤية حق، وأصل التفسير لها أيضا حق، لكن المبالغة في هذا وكون الإنسان يفرغ نفسه لتفسير الرؤية ويكتب في الصحف وينشر حلقات في الصحف للناس
هذا أمر لا يجوز، وهذا يحدث عند الناس تشويشا وبلبلة وتخويفا للناس. أما إذا بلغ الأمر إلى ادعاء علم الغيب أنه سيحصل في الدقيقة الفلانية وفي الساعة الفلانية وفي اليوم الفلاني، هذا أمر منكر ولا يجوز. نعم. وتفسير الرؤيا ما هو بيقيني، إنما هو توقع. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ظن، ما قال علم أنه ناج منهما، وقال للذي ظن أنه ناج منه، يوسف عليه السلام ما قال علم أنه ناج، بل قال ظن، أدل على أن تفسير الرؤيا ليس علما يقينيا، وإنما هو توقع وظن، يمكن يصيب ويمكن لا يصيب، فلا يبلغ به المبالغة إلى أن الإنسان يعلن عن نفسه أو أنه يجعلها حلقة في الصحيفة يصدر بها تفسير الأحلام، أو أنه يحدد للناس متى تقع الرؤيا. هذا كله من ادعاء علم الغيب ومن شغل الناس بأمور لا ينبغي أن تصل إلى الحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل أصبح صائما وفي الصباح خطر في ذهنه أن يفطر، ولكنه أدرك هذا الأمر وعزم على الصيام علما أنه كان في قضاء، فما الحكم عليه؟ هل يكون الخاطر عزم على الفطر أم أنه صائم؟ الصيام الواجب بصوم رمضان أو قضاء لرمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر، الصوم الواجب لا بد أن ينويه من الليل، فإن طلع عليه النهار وهو ما نوى لم يصح صومه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل، يعني يعزم عليه. أما صوم النافلة فإنه إذا أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام بعد طلوع الفجر أو في الضحى، إذا نوى الصيام في النهار جاز، لأن النافلة أوسع من الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل أهله هل عندهم من شيء يعني ليأكله عليه الصلاة والسلام، قالوا لا ما عندنا شيء، قال إني إذن صائم، فدل على صحة صيام النافلة بنية من النهار. وبعض العلماء يقول لا بد يكون قبل الزوال، فإن كان بعد الزوال ما يعني. لكن الصحيح أنه يصح صوم النافلة من النهار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يحكم على من أعان اليهود على المسلمين بنقل أخبارهم العسكرية والسرية وإظهار عيبتهم، يحكم عليه بأنه كافر مرتد؟ هذا الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين ويبلغ أخبارهم للعدو، هذا ما يحكم عليه أنه مرتد، لأنه قد لا يكون مستحلا لذلك ولا محبا لليهود، وإنما يفعل هذا للطمع الذي يعطونه إياه، يفعل هذا من أجل الطمع الذي يعطونه إياه. أما إذا كان يحبهم ويودهم ويناصرهم على المسلمين فهو كان بلا شك، لكن لو فعله من باب أنه يحب الطمع الذي يعطونه إياه فهذا يعتبر معصية كبيرة من كبائر الذنوب، ويحل قتله، يحل لولي الأمر أنه يقتله، قتل الجاسوس معروف في الإسلام. نعم. صلى الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لمن جاء إليهم معزيا، أم يجب للمعزي أن يأتيهم بطعامه؟ السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما إنه أتاهم ما يشغل. فإذا كان أهل الميت بحاجة إلى الطعام لأنهم لا يستطيعون طبخ الطعام لأجل الحزن الذي أصابهم، إن
أقاربهم أو جيرانهم يصنعون لهم طعام بقدر حاجتهم من باب المواساة. أما إذا كان أهل الميت ليسوا بحاجة إلى الطعام فإن هذا لا يشرع. وإذا كان الأمر بالعكس إن أهل الميت هم اللي يصنعون الطعام للناس والضيافة ويجتمعون الناس أيام أو أشد من ذلك إنه يعمل سرادقات وخيام فهذا لا يجوز. هذا يعتبر من النياحة قال جرير بن عبد الله بجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. كنا يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمور لا يبالغ فيها، التعزية مشروعة وصنعة الطعام لأهل الميت لحاجتهم مشروعة، لكن المبالغات والتوسعات هذه لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول عرفون بالذين أوجب الله علي صلتهم في الرحم، وهل تكفي زيارتهم في العيدين، وما معنى الصلة في هذه؟ الرحم كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء هم الأرحام. أن تربطك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات وأولاد الأعمام إلى آخره. كل من تربطك بهم قرابة من أبويك فإنهم من ذوي الأرحام، وصلتهم حسب المقدرة. تكون صلتهم بالسلام عليهم وزيارتهم، تكون صلتهم بالهدية لهم الإهداء إليهم، تكون صلتهم بمساعدتهم إذا كانوا محتاجين، مساعدتهم إذا كانوا محتاجين. فالصلة أنواع، الصلة أنواع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هل هناك من الدلائل على قرب خروج المهدي، وهل لأهل ذلك الزمان زيادة أجر، وما هو الواجب عليهم عندئذ، ومن أين يخرج؟ هذا بينه العلماء في إشراق الساعة في كتب العقائد، بينوا خروج المهدي ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، خروج المهدي ثم ظهور الدجال ثم نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال، بينوا هذا. وبينوا خروج الشمس، خروج الدابة وخروج الشمس من مغربها، هذا كله مبين في كتب العقائد وفي كتب الملاحم مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله في آخره النهاية ذكر هذا وجاب الأحاديث ووضحها. وهناك كتب مخصصة لأشراط الساعة مثل الإشاعة لأشراط الساعة والإذاعة لأشراط الساعة لصديق حسن خان، ومثل إتحاف الجماعة للشيخ محمود التويجري رحمه الله، مثل فيها كتب مخصصة لأشراط الساعة. وعلى المسلم أنه يؤمن بهذه، لأن هذا من الإيمان بالله عز وجل، الإيمان ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بما أخبر الله به وبما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه تصديق به، ثم أيضا الاستعداد له لا سيما في آخر الزمان. الإنسان يتوقع هذه الأمور، والآن العلامات واضحة في قرب الساعة وما حدث في هذا الزمان من الأمور العجيبة، كل هذا يدل على قرب قيام الساعة، وأنه ما بقي إلا العلامات الكبرى. ذكر العلماء أن علامات الساعة ثلاث أنواع: علامات صغرى، وعلامات متوسطة، وعلامات كبرى. العلامات الصغرى والمتوسطة حصلت، ولا بقي الآن إلا الله أعلم العلامات الكبرى. ولا فعل المسلم أنه يخاف
من الله عز وجل وأنه يعتبر ويتعظ ويؤمن بما جاء عن الله ورسوله من هذه الأمور، وهذا مما يزيد المؤمن إيمانا، فإنه إذا رأى وقوع ما أخبر الله به ووقوع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم زاده ذلك إيمانا ويقينا ورسوخا في العقيدة. الإنسان لا يكون غافلا وذاهلا عن هذه الأمور، عليه أنه يقرأ الكتب الصحيحة، وعليه أنه يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله ويعتبر ويتعب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: جاء في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والسؤال: هل الحمام المذكور هو الحمام الذي يطلق عليه اسم الديماس، أم هذه الحمامات المعروفة الآن في البيوت؟ الحمام المراد به محل الاستحمام والاغتسال، ما هو اللي في البيوت، هذه حشوش غير حمامات، هذه حشوش محل قضاء الحاجة. أما الحمامات المعروفة هي المستحمات اللي كانوا يعملونها في المدن لأجل الاستحمام بها والعلاج، يعني فيها ماء حار وفيها بخار، وإذا دخلها الإنسان يعرق، وإذا كان فيه نوع من الأمراض أو مرض عصبي أو فإنه يستفيد منها. هذه الحمامات المعروفة، حمامات علاجية وحمامات للنظافة، للعلاج وللنظافة، وليست محل قضاء حاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل غفوة الدقيقتين والثلاث يعتبر من نواقض الوضوء؟ إذا كان الإنسان جالسا وأخذه النعاس إن هذا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان متكئا على شيء أو مضطجعا فإنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الريح منه ولا يدري. فإذا كان النوم من جالس متمكن من نفسه فإنه لا يضر. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. أما إذا كان الإنسان غير متمكن من نفسه، بأن كان متكئا على جدار أو كان مضطجعا على الأرض، فإن النوم ينقض الوضوء، لأنه مظنة انتقاض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يسأل عن حكم هذه العبارة في مناهج التعليم وفي المدارس وغيرها، في قولهم: مادة القرآن. هذه تعبير الحديث، مادة، ما تعبير الحديث، المعروف أن يقال علم، أن يقال علم القرآن أو علوم القرآن أو علوم السنة أو علم النحو أو علم الفقه، علم المصطلح سمى علم، لا يسمى مادة. هذا تعبير دارج وتعبير عصري لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: تعلمون يا صاحب الفضيلة ما يحصل في الأسواق من الفتنة، هل يجوز لي أن أذهب مع أهلي إلى الأسواق وإن كنت أخشى الفتنة على نفسي؟ ما يجوز، إذا كان فيه فتنة فلا تذهب إلى الأسواق اللي فيها فتنة. فيها أسواق ما فيها فتنة، فيها أسواق ما فيها فتنة ولله الحمد، تروح لها وتأتي بحاجتك، وإذا اقتضى الأمر من زوجك تروح معك إلى هذه الأسواق النزيهة فلا بأس. أما الأسواق التي فيها فتنة فلا تذهب أنت إليها ولا زوجك إليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: عندما يقف الزوج مع زوجته في المحل التجاري و
ويمد البائع سلعة فتمد الزوجة يدها لتأخذ السلعة، فعندما نهاها زوجها عن ذلك قالت إن هذا تشدد وأمر لا يستحق هذا التشديد، فما حكم هذه العبارة؟ لا يلتفت إلى هذه العبارة، هذه عبارة جاهل، ما هو بتشدد، هذا أمر بمعروف ولا هو بتشدد. والمرأة تستر يدها، تستر كفها عن الرجل، إذا أرادت أن تتناول شيء تناوله من وراء ساتر، تجعل على يدها ثوبها ولا عباتها تتناول الشيء، أو تلبس الشراب والجوارب اليدوية اللي تسمى بالقفازين، تلبس على يدها القفازين أو تغطي يدها بثوبها أو عباءتها، هذا هو الواجب، لأن كفي المرأة إذا ظهرت فتنة. نعم. فلا تلتفت إلى هذا الكلام، لا تلتفت إلى هذا الكلام، هذا كلام خاطئ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل عن حكم اللعب بالورق وما يسمى بالبلوت. هذا إذا كان إنه على جوائز فهو الميسر، إذا كان فيه جوائز فهو الميسر قرين الخمر، وإن كان بدون جوائز فهو من اللهو الذي يشغل عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل، ولا يليق بالعقلاء، لا يليق بالعقلاء إنهم يلعبون ورق، هذا من فعل السفهاء. ثم يحصل فيه أيضا السهر الذي يكسل عن صلاة الفجر، ويحصل فيه الكلام البذي والذي يدور بينهم، لأنهم سفهاء لا يتحاشون الكلام البذي فيما بينهم، بل يعتبرونه من الفكاهة، وإن كان سب وشتم بينهم يعتبرونه من الفكاهة ومن الصحبة، وهو كلام محرم. على كل حال، ما لعب الورق لا خير فيه، لكن إن كان على عوض هو الميسر، وإن كان على غير عوض فهو اللهو الشاغل عن ذكر الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على السرير، حيث سمعنا من يقول إن الصلاة على شيء غير لاصق بالأرض غير صحيحة، فما الصحيح في ذلك؟ السرير ما هو لاصق بالأرض، السرير لاصق بالأرض، إذا كان السرير ثابتا مثل السطح صلي عليه، ماذا يصلي على السطح؟ يصلي على سطح المسجد، يصلون على سطح الحرمين، يصلون، فهذا مثل السطح، إذا كان ثابتا ولا يشوش عليه في ركوعه وسجوده فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم القائل لهذه العبارة: أنا لا أعبد الله خوفا منه ولا رجاء له، ولكن أعبده لأنه سبحانه يستحق العبادة؟ هذه عبارة الصوفية، هم اللي يقولون لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه، يعتمدون على المحبة بزعمهم، هذه خلاف طريقة الأنبياء، الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا مع المحبة، يعبدونه حبا له سبحانه وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة جاءت عارضة لما حصل من الناس في تهاونهم في الولاء والبراء، وترجو من فضيلتكم التوضيح تجاه هذا الأمر. يجب موالاة المؤمنين، يعني محبة المؤمنين ونصرة المؤمنين وعداوة الكافرين وبغضهم ومقاطعتهم في المحبة، وأما التعامل معهم بالأمور المباحة كالبيع والشراء وتعلم الصناعة وغير ذلك من المصالح الدنيوية هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وكذلك مكافأتهم إذا عملوا للمسلمين عملا استفاد منه المسلمون، أو كفوا أذاهم عن المسلمين، لم يحصل منهم أذى على المسلمين، فإنهم يكافؤون. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا من باب المكافأة لا من باب المحبة، إنما هو من باب المكافأة على معروفهم الذي بذلوه، وليس هذا من المحبة بل هذا من التعامل الدنيوي. هذا ما يجب نحو الكفار، معاداتهم وبغضهم. وأما التعامل معهم فيما ينفع المسلمين فلا بأس به. نعم. إلى هذا السائل يقول: هل يعتبر الحكم على الكافر المعين عقب موته بأنه خالد في النار مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة؟ المعين لا يحكم عليه بجنة ولا نار إلا بدليل على التعيين الذي أخبر الله عنه أنه في النار، أو أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في النار، نحن نقطع بذلك ونحكم عليه بأنه من أهل النار. والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في الجنة، أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالجنة، نحن نقطع له بذلك كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، نؤمن بذلك وأنهم من أهل الجنة. أما من لم يرد فيه دليل على أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة فهذا لا نقطع له، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نحكم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الله جل وعلا أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل عن صحة هذه العبارة وهي: أكمل الخلق هو الذي اتصف بصفات الخالق. ما تصلح العبارة، يعني معناه أنه تشبه بالخالق، ما يتصف بصفات الخالق أحد، صفات الخالق خاصة به سبحانه وتعالى لا يتصف بها أحد. ولكن أنه ينتفع بصفات الله عز وجل، يعني من صفته العفو بأنه يعفو عن الناس، و صفة الكرم أنه يجود على المحتاجين، هذا لا بأس. يقتدي بصفات الله عز وجل، يقتدي بها، ولكنه ما يتصف بها أو يشابهها أو يماثلها. نعم. صاحب الفضيلة هذا السائل يسأل يقول: هل الأفضل الاختصار في الطلب على شيخ أو عالم واحد، أو أنه يسوغ الطلب على أكثر من عالم؟ هذا حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. إذا تمكنت أنك تأخذ من أكثر من عالم مختلف العلوم، هذا تأخذ عليه في النحو، وهذا تأخذ عليه في الفرائض، وهذا تأخذ عليه في الفقه، وهذا تأخذ عليه في الحديث، وهذا تأخذ عليه في التفسير، هذا شيء طيب إذا كان عندك مقدرة على هذا الشيء. وإن كان المدرس الواحد عنده هذه العلوم كلها تأخذها عنه فلا بأس، تأخذها عن واحد، المهم أنك تتعلم هذه العلوم إما على واحد وإما على أشخاص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل يقول: ما الطريقة المثلى للتعامل مع بعض الناس الذين يتكلمون في نيات الناس ومقاصدهم ثم يوالون ويعادون بناء على ذلك؟ وهل يسوغ لمن ظلم في هذا أن يدعو على من ظلمه أو أساء الظن به وشوه سمعته بدون وجه حق؟ إن لا نحكم على نيات الناس ومقاصدهم، هذه لا أعلمها إلا الله، لكن نحكم على ما يظهر.